السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الكرام الأحباب، وقفات، وقفة في كل لقاء نأخذ منها العبرة مع قصة واقعية نأخذ منها الدرس لعلنا نستفيق. فالله جل وعلا يقول: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. والله جل وعلا يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ووقفتنا في هذا اللقاء مع شاب أنهى دراسة الثانوية العامة، يسكن في المملكة العربية السعودية في الرياض منذ الثمانينيات من القرن الماضي. له أصحاب رأوا في جامعة في بغداد الحرية والانطلاقة، أو بعبارة أصح رأوا الفساد الذي يبحثون عنه، رأوا التحلل الذي يبغونه. هذا الشاب وحيد أمه، صبرت أمه على تربيته سنوات طويلة بعد وفاة أبيه. تربى يتيما، لكن للأسف قرناء السوء جذبوه. أراد هذا الشاب أن يقدم لجامعة ببغداد في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وعرض الأمر على أمه فرفضت. قالت: يا بني، أنا تعبت معك، أنا تعبت فيك، لا تفارقني، كن معي يا بني. والولد يأبى، أصر وقدم في سرية، أرسل أوراقه إلى الجامعة في بغداد مع زملائه، وقبلته الجامعة. جاءت رسالة الموافقة، قدم جواز السفر، جاءت التأشيرة، أعد للسفر، أعد الأموال، أعد الحقيبة، أعد كل شيء. وفي ليلة السفر، فاجأ أمه، وضعها أمام الأمر الواقع. قال: خلاص، أنا قدمت وقبلت وخدت التأشيرة ومعايا الجواز وجهزت التذكرة وجهزت الشنطة ومسافر غدا. تلح عليه الأم: يا بني لا تتركني وحدي، يا بني أنا صبرت معك فاصبر معي. تذكره بالله جل وعلا وما يتذكر. خرج الولد في الصباح، في السابعة صباحا. لا لا لا، انتظر. قبل أن يخرج، فالأم طوال الليل باكية، الأم طوال الليل لا تهنأ بنوم ولا يرقى لها جفن، لا تستطيع أن تنام، تفكر كيف يقعد ابنها معها، وفي نفس الوقت تفكر كيف لا تحزن ابنها. طوال الليل لا تنام، تريد أن يكون ولدها معها. وإذا بها تهتدي في ظلام الليل مع الدعوات، مع البكاء، مع الدمعات، إذا بها في ظلام الليل تهتدي، فتقوم إلى حقيبة ولدها، تخرج زواج السفر، تبحث في أوراق الجواز، فإذا تأشيرة العراق، فتقطع الأم ورقة التأشيرة وتترك الجواز كما هو، تقطع ورقة التأشيرة ثم تترك الجواز كما هو، وتضعه في الشنطة. يقوم الولد في الصباح يودع الأم ويذهب مع أصحابه، يركب السيارة، تنطلق إلى المطار، ينزلون عند المطار، الحقائب، توضع الحقائب أمام الكونتر، تقدم الجوازات. لم يعد على الطائرة إلا ساعة ونصف، وبينه وبين بيته قرابة الساعة ونصف. تقدم الجوازات، يأخذ صاحبه تذكرة صعود الطائرة البوردنج وينتظر، ويأخذ الآخر تذكرة صعود الطائرة وينتظر،
ثم يجيء الدور على صاحبه، يقدم التذكرة ويقدم الجواز، يبحث عن التأشيرة، لا تأشيرة. أين تأشيرة السفر للعراق؟ موجودة؟ لا ليست موجودة. يقلب في كل صفحات الجواز، لا توجد، لقد قطعت. هناك ورقة مقطوعة كان عليها التأشيرة. طب ماذا أفعل؟ طب وأنا والله في تأشيرة. قال لا سفر، لا بد أن تأتي بالتأشيرة. طب ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. طب لازم أسافر؟ لا ما ينفعش تسافر. ماذا أفعل؟ سافر زملاؤه، ركبوا الطائرة، وهو راجع إلى بيته قد تقطع فؤاده، بل ملئ غلا، بل ملئ غضبا، بل ملئ حنقا. من الذي فعل ذلك؟ إنها أمي، يقينا إنها أمي هي الفاعلة. والأم في البيت لم تنم طوال الليل، لم تنم طوال الليل، وإلى الآن لم تنم كذلك، تنتظر قدوم ولدها، وتنتظر ثورته عليها، وتنتظر غضبه عليها، بل تنتظر ربما أن يمد يده عليها، تنتظر الولد أن يرجع. دقائق وطرق الباب. من؟ أنا ابنك. فتحت الأم الباب تقول، فدخل الولد، دخل ابنها الشاب الذي ذهب ليدرس في الجامعة هناك، لا لم يذهب، رجع إليها مرة ثانية، طرق الباب، فتح، دخل الشاب، تقول والله ما كلمني، ما كلمني، إنما دخل إلى غرفته، ألقى حقيبته وذهب لينام على فراشه، وما تكلم، أغلق الباب، الباب دونه. جلست الأم في صالة البيت على هذه الكنبة في الصالة، وهي لم تنم طوال الليل ولا يأتيها النوم كذلك، تفكر كيف تسعد ابنها، كيف تذهب عنه ما هو فيه من الغضب، ماذا تفعل؟ ظلت تفكر. مضت ساعة وهي في الصالة وابنها ينام على الفراش في داخل غرفته. مضت ساعة، وبعد الساعة إذا بصوت المذياع من بجوارها، نشرة الأخبار، إعلان هام، إن الطائرة التي تحركت من الرياض إلى بغداد منذ ساعة قد انفجرت ومات كل ركابها. الله أكبر، هذا كلام واقع؟ نعم، هي في كتاب اللآل الحسان، ذكرها صاحب كتاب اللآل الحسان، مؤلف من مؤلفي السعودية، ذكرها عن هذا الشاب. إذا بالأم تسمع الخبر، الطائرة التي كان سيركب فيها ولدي انفجرت ومات كل ركابها، مات أصحابه، مات أقرانه، ونجى الله جل وعلا ولدي، سبحان الله، بورقة قطعتها من الجواز، نجى الله جل وعلا ولدي بهذا الفعل اليسير، رد الله جل وعلا علي ولدي وحفظه ليكون معي في البيت. قامت الأم في قمة الفرحة، في قمة السرور، في قمة السعادة، بفعل يسير نجى الله جل وعلا ولدها، ذابت مسرعة لتفرح ولدها، لتدخل السرور على قلبه، تطرق الباب، فتحت الباب، دخلت على ولدها لتبشره، فإذا ولدها قد فارق الحياة، مات ولدها، مات، نعم مات، مات في نفس الوقت الذي مات فيه أقرانه، مات، مات في نفس التوقيت الذي مات فيه أصحابه، لكنه مات على فراشه بجوار أمه التي عاشت تربيه، ومات هؤلاء ولم يعثروا لهم على جثة، مات لتعلم أن الموت الذي تفر منه ستجده أمامك. معقول؟ أي إنسان يفر من شيء فيترقبه من ورائه إلا الموت، تفر منه تجده أمامك. قال الله جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مهما تفر الموت أمامك، أقرب غائب ينتظرك الموت، نهاية الحياة الموت،
لذلك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكره في كل لحظة. إذا مددت يدك للطعام لتأكل وتشرب فاعلم أن أقرب القريب إليك الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هناك لقاء لله جل وعلا وموت. ألا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأكوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس، ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. الموت قريب منك، قريب منك والله، أقرب مما تتصور. ربما لا تستطيع، ربما لا يكمل واحد ممن يسمعني الآن هذا اللقاء يأتيه ملك الموت. ربما لو تحصنت بكل الحصون وتحفظت بكل أسباب الحفظ وحميت بكل أسباب الحراسة يدخل عليك ملك الموت دون استئذان في قصرك، في بيتك، في شارعك، في مدرستك، في جامعك. فاختر لنفسك كيف تموت، واختر لنفسك أين تموت، فالموت أقرب غائب ينتظر في أي لحظة. قال ربي جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. في أي مكان كنت سيأتيك الموت. يموت الصغير ويموت الكبير، يموت الصالح ويموت الطالح، يموت الأمير ويموت الفقير، يموت الرئيس ويموت المرؤوس، الكل سيموت. وسنقف أمام الله جل وعلا. أنا أحاول الآن أن أذكرك بالموت لأن ذكراك للموت فرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر: أكثروا، مش اذكروا، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة لهذا الحديث كما عند البزار: فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه الله عليه، ولم يذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه. ستموت أيها الشاب، 20 سنة مات من في سنك، 30 سنة سبقك من في سنك، بل سبقك الطفل الصغير ومات. جاءك الشيب نذير، أذكر الموت وذكر نفسك به. كما قال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت، من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاث: بتعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. كل نفسك يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل، إني أعيذك أن يميل بك الهوى في من يميل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.